الموضوع آخر، حيث أكد وزير التعليم والتكوين المهنيين بالخير دادا موسى أن أبواب القطاع مفتوحة أمام المؤسسات الاقتصادية لتكوين عمالها، وذلك عبر اتفاقيات ودفع مبلغ مالي تستفيد منه المؤسسات والعمال والمراكز والأساتذة. أحمد رشدي رصد التالي. نقول بلي المؤسسات الباب مفتوح، الباب مفتوح للتكوين بالنسبة لكل عمال المؤسسات، لأنه كذلك أنه هذه الوزارة فيها أنواع متعددة من التكوينات بما فيها حتى إن شاء الله 5 أيام قال نديروا معك إن كونفونسيون نحسبوا لك شحال وروح تكون. يستفيد المركز ويستفيدون الأساتذة باسكو راح يكونوا نور بيجي. دونك لي فورماسيون هادو أنا من هذا المنبر نقول بلي أي مؤسسة اللي هي تحب تكون عمالها ولا تكون سي دي فورماسيون على كارت. دونك كاينه ان كونفونسيون كي فايتر سيني افيك المؤسسه هذه وحنا الباب مفتوح.